المشروع عبارة عن محطات ضخ 2 مجموعات بمكان واحد، مجاري أمطار ومجاري ثقيلة. يخدم المشروع أكبر حي سكني بناحية جدول الغرب اللي هو الحي العسكري. المشروع جدا مهم بالنسبة للمنطقة، كل الساحات والشوارع وأقل مطرة هي تغرق وتصير عبارة عن مستنقعات، ومرات تستمر هاي المستنقعات حتى لا فصل الصيف، وتكون تعرف هاي المستنقعات تجلب أمراض وتجلب أوبئة وفيها مشاكل هواية. حاليا لا، الأمطار تنضخ إلى للمبازل، شبكة المبازل القريبة، والثقيلة تنضخ إلى وحدة المعالجة. من اجى المشروع لحد الان الحمد لله وشكر حلت كل هاي المشاكل. قامت يعني الامطار تنسحب مباشره باثناء هطول الامطار.